حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة السيد حاتم زكريا الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب. بعد التحية سيد حاتم، طبعا من خلال ما تتبعه، ما هو تقييمك للمعايير المهنية التي اتبعتها الصحافة القطرية تحديدا في تعاطيها مع الأزمة مع الدول الداعمة لملاحقة الإرهاب؟ هل تسمعني سيد حاتم؟ مساء الخير. مساء النور. أعيد السؤال، هل من خلال متابعتك، ما هو تقييمك للمعايير المهنية التي اتبعتها طبعا الصحافة القطرية في تعاطيها مع الأزمة مع الدول الداعمة لملاحقة الإرهاب؟ هو الحقيقة أنا في مواجهة جملة من الأكاذيب كبيرة جدا ومتفرعة، وده يعني أصبح سمة غالبة على الإعلام القطري الحقيقة. يعني ذكرني الاكاذيب اللي بتلاقيها الاعلام القطري هذه الايام. زمان كان في زمان عندنا في برنامج مشهير في القاهره اسمه كاذيب تكشيف الحقائق، وده عنوان كان ماسك الجانب المهم في المواجهه التي فرضت نفسها على الساحه العربيه في فتره خصبه من المد الثوري المشبع بالروح القوميه العربيه في بلاد الستينات من القرن الماضي، بعد ان تعرض ذلك التوجه القومي لحملات ضاريه من التشكيك والهجمات المضاده المنظومه من الخارج. والكذيب المقصود اليوم هنا اليوم يحاول الاعلام القطري بتقنيه خارجيه مختلفه، نعم، يغلفها بعناوين براقه لتحسين صوره النظام الدوحه الذي باع نفسه للشيطان، يهام نعم. العالم بانه تعرض لظلم كبير جراء قرار المقطع من بدء الدول العربيه على اسرى البحرين والامارات والسعوديه ومصر، واتهام قطر بدعم الارهاب وتهديدها للامن القومي العربي. طبعا تعرض الاكاذيب القطريه في كافه اتجاهات، واتجهت الانظار في البدايه الى تصريحات علي بن صبيخ المري رئيس لجنه الوطنيه القطريه لحقوق الانسان في جنيف، وقوله ان 13314 شخص تضرروا من الحصار العربي للدوحه مما دفعهم لتقديم شكاوى للجنه لحقوق الانسان. وعلى الجانب الاخر كذبت المؤسسه الوطنيه لحقوق الانسان بالبحرين ما قاله المري، وقالت انها لم تتسلم اي شكاوى من اي عائله بحرينيه او مقيمه في بشان قطع العلاقات وتعثرها بأي أضرار، وأنه لا توجد بوادر لأي تبعات حقوقية يمكن رصدها حتى الآن. الحقيقة أكاذيب الإعلام القطري المجنس لا يمكن أن تنطلي على المتلقي العربي في ضوء مفتوح وعلامات لا تفتقد الأدلة والبراهين، إلى جانب السمعة السيئة التي اكتسبها حكام موسوقي الشقيقة الصغرى. سيد حاتم، إذا نتفق طبعا أن المعايير الصحفية المهنية التي انتهجها الإعلام القطري لم يحترم على الأقل متابعي في دولة قطر نفسها. السؤال هنا، ألا يستحق اليوم المواطن القطري صحافة أفضل من صحافته وإعلامه الحالي؟ هو الحقيقه انا الاعلام القطري، اولا قطر ما عندهاش صحافه يعني رسميه، بمعنى ايه؟ ما عندهاش نقابه، ما عندهاش جمعيه، ما عندهاش هيئه صحفيه ممكن نتعامل معاها بجديه على مستوى المسؤوليه يعني. نعم. يعني قطر تفتقد، رغم ان هي بتدعي الحريه والشجاعه والحيل المسؤوله والراي والراي الاخر، لكن ما عندهاش صحافه. يعني إذن كيف تقرأ أن الاتحاد الدولي للصحفيين وجه انتقادا لاذعا إلى النظام القطري بأنه لا يوجد هناك نقول كتنظيم نقابي في قطر؟ كيف تقرأ هذا التنبيه؟ أولا الاتحاد الدولي، أنا عاوز أقول برضه الاتحاد الدولي مش 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 يعني مش مش شاتم ومجروحة في هذا الشأن. يعني الاتحاد الدولي يعني لحد ما يعني مع قطر بيعمل علاقات جيده، مع قطر علاقات كبيره جدا مع قطر. يعني هو هذا الكلام مش يعني انا شايف ان هو مش حقيقي، يعني مش هو بيعبر عن راي الاتحاد الدولي الحقيقي. الاتحاد الدولي دي علاقات مستمره مع قطر ومع مركز دوحه لحريه الاعلام ومع الجزيره، وعاملين شغل كبير لهذه الاوضاع يعني. نعم. لكن انا بصفه عامه انا شايف ان احنا لازم نبقى في حاجه للصحافه القطريه، هيئه او في جمعيه او في نقابه او في حاجات تحدد زي عندنا في البحرين في جمعيه. اذا كنت معنا من القاهره الاستاذ حاتم زكريا الامين العام لاتحاد الصحفيين العرب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.